قام اسم الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية بوضع حجر الأساس لمشروع بناء صالة أهالي الدور، وذلك بحضور مدير عام بلدية المنطقة الجنوبية ومدير عام مديرية شرطة المحافظة الجنوبية وعدد من كبار المسؤولين ووجهاء وأعيان وأهالي منطقة الدور. أوضح سمو المحافظ أن هذا المشروع الخدمي الاجتماعي يأتي ضمن حزمة من المبادرات والمشاريع التنموية والخدمية التي تبنتها المحافظة بمباركة من صاحب السمو الملكي الوالد الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، والتي ستواصل العمل بكل جهد ومثابرة لمتابعة تنفيذ بقية المشاريع الأخرى، مؤكدا سموه بأن هذا المشروع الاجتماعي المتمثل في صالة أهالي الدور ليس إلا باكورة للمشاريع الخدمية في مختلف المجالات والتي تعكف المحافظة على تنفيذها وفق خطة تنموية شاملة لتطوير الخدمات والمرافق في المحافظة الجنوبية بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية بما يلبي احتياجات وتطلعات المواطنين. وأشار سموه إلى حرص المحافظة على متابعة احتياجات المواطنين عن قرب من خلال الزيارات الميدانية والتواصل المباشر، منوها سموه إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المحافظة في تحقيق كل ما يتماشى ويتناسب مع رؤى وتطلعات المواطنين في منطقة الدور وباقي مناطق المحافظة بصورة عامة وبالشكل الذي يحفظ الترابط والنسيج الاجتماعي، مبينا سموه أن المحافظة ماضية في المبادرات والبرامج الاستثنائية والمعززة للمردود الإيجابي العائد بالخير والمنفعة على الجميع.